عمران، نعم أمينة. ديما حبيبتي صباح الخير، ما فيقتك ما هيك؟ لا أنا كنت فايقة. ليكي ديما، قبل ما تعملي هالشي فكري منيح مشان ما تندمي. تمام. خاطرك، خبريني شو بيصير. عفوا ممكن تصبي لي كاسة تانية؟ طبعا هات لصب لك. رح أعزبك معي. خير إن شاء الله، كأنك متضايقة من شي. يعني بصراحة متضايقة شوي ومشغول بالي. شوفي الموضوع ما بيخصني، بس ديما عندها شوية مشاكل. يعني هلأ أنا ما بحق لي أتدخل، بس إذا في شي فيني ساعد فيه أنا جاهز. شكرا، الموضوع عائلي شوي، خاص فيهم يعني. معناها لهالسبب ديما خانم ما عم تمرق لتشوف أبوها. إيه، لأنه بهالفترة ما أنا مرتاحة. مسكينة، عن جد زعلتيني عليها. إن شاء الله مشاكلها بينحلوا. إن شاء الله. أنا رح شوف مسعود بيك وأرجع. تمام. شو نعمل؟ معناها رح نجبر ديما خانم تجي لعند أبوها بسرعة. أسيل أعطيني كاسة حليب إذا سمحتي. ما سمعتي شو عم أقول؟ هاتي كاسة. ما ضل حليب بالبراد ديما خانم. لم بلا في حليب على المجلى اليوم الصبح جابوه. ايه تفضلي. رفيف، ممكن لحظة؟ جاية فورا. نعم. جبت لك كاسة حليب. شكرا، عزبتي حالك. أنا شوي تانية بشربها. وقفي هلا اشربيها، مو بعدين. أنا لازم أفكر بصحة البيبي وأهتم فيه. أنت شكلك عم تنسيه وما عم تهتمي بصحته. بركي عم تاكلي شي مضر وما بتعرفي. بس أنا ما عم باكل شي مضر، يعني عم باكل من هون من اللي طابخينه بالبيت أنتو. خلاص مفهوم. يلا اشربيها، بدي روح. ديما خانم ريحته مو طيبة وتضايقت منها. خلاص رح أشربها بعد شوي. لا مستحيل،
إلي يومين راكده وراكي مشانها، هلا اشربيها. تمام هيك؟ لا بدك تخلصيها. ديما خانوم يلا خلصيها. وهيك منيح؟ تمام فيكي تروحي. وين كنتي؟ أخذت حليب لرفيف. هيك من الصبح؟ ما تذكرتي غير البيبي وأنا ويني؟ بتعرفي حبيبتي إنك أمي بتاخد العقل ومتأكد إنك رح تدللي البيبي كتير. صحيح نسيت قلك، بدي أخذك على المستشفى اليوم، بدي سمعك دقات قلب البيبي. انت ما سمعتيهم من قبل؟ مو فاضي، عندي شغل بالمكتب. وانا عندي شغل كتير، بس فيكي تخصصي وقت لهالشي. ليكي لازم تحسي بالشي اللي حسيته. امران ما بدي حجج منوب، رح روح خبر رفيف. ماشي؟ لا انا بروح بقلا، استنانا تحت لننزل. طيب ماشي، مثل ما بدك حبيبتي. شو رايح على الشركة؟ لا أمي، رح نروح على المستشفى قبل. خير؟ بدنا نسمع دقات قلب البيبي. نحن على وقتنا ما كان في هيك شغلات، وأنا بدي أسمعهم. فيني إجي معك ابني؟ طيب ماشي، أنا رح أنطركم، يلا لا تتأخري. ماشي ما بطول. شو ارتحتي بالنومة؟ بحياتي ما نمت هيك، ارتحت كتير. طيب ما حلمتي بنوب؟ إذا نمتي لأول مرة بتخت وشفتي منام بيتحقق دغري؟ بلا، حلمت بشي بس لمحات مو أكتر، ما بتذكر. أختي شو صار لك؟ تشنجت معتي شوي، لا تخافي. أنتي هلأ منيحة؟ أي منيحة، لا تخافي حبيبتي. ها رفيف، ممكن تجي بس لحظة بنتي؟ جاية فورا، يلا نعمة خانم. تعي بنتي، جهزي حالك بسرعة، بدنا نروح على المستشفى اليوم، حابين نسمع دقات قلبه للبيبي. أمي بلا ما نروح اليوم، رفيف مبارح تعبت، خليها ترتاح شوي. معقول هالشي بنتي؟ اتفقت أنا وعمران هو عم يستنانا تحت، وأنا حابة أسمع صوت قلبه. يلا أنت انزلي، ما رح نطول. يلا بنتي يلا جهزي حالك، أنا عم بستناكي هون. إيه بس أنا شو بدي أقول لنظلي نعمات خانم؟ بتقولي لها بدهم يطلعوا مشوار، وديما خانم طلبت منك تكوني معها. ماشي يلا بنتي، لا تطولي بسرعة يلا.